كلما تراجعت الآليات أكثر انكشف حجم الدمار الأكبر، ومعه يصطدم النازحون العائدون إلى بيوتهم أو ما تبقى منها مع اضطرارهم للتكيف مع المعيشة الصعبة. يدفعهم لذلك رغبة الحياة وسوء الظروف في مراكز الإيواء المزدحمة. أنا عيني بولع عشان بتحمم، وبقعد نهار هنا وبنام عند أخواني، وأخواني بيجي يقعدوا معايا نهار. أنا وعمامي هنا قاعدين، عمام هنا قاعدين في دار جيراننا، وجيران صاحب الدار أسير هو وعمي كمان ماخذين اليهود، وعمي كمان ماخذين اليهود، ولاد عمي أشعلنا قاعدين عند دار جيراننا. هنا مغطش لهم دار، هاي دار متجر. نظفتها وهي قوي من يومها يعني ننظف لحتى لا يعني أنا يخديت وأنا فوق إذا عدت علي ننظف يعني وين بروح يعني زوجتي استشهدت ولاد أخوي اثنين أبوي استشهد واللي قريب مثل عندنا برضه استشهد ولاد صابوا هان وصابوا في اليمن السعيد كمان أخش عند اليمن السعيد وصل اليمن السعيد ضربوا ضربوا عجرم جوز أخت استشهد كمان فيها وهو طالع أولادي برضه هم هذول الصغار برضه صابوا في ابني الكبير في راسه كمان يعني أنا تبهدلنا كثير. العودة إلى المنزل هو هم كل النازحين منهم من عاد وإن كانت الظروف غير مواتية بعد، لكن هذه العودة تواجه تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف غير المهيئة للحياة بعد، خصوصا أن قذائف الاحتلال لم تتوقف حتى وإن تراجعت الآليات. إسلام بدر، التلفزيون العربي، مخيم جباليا، شمال القطاع.